طبعا أنا الديناصور الشرير، هو 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 هو. أقوى ديناصور وأشجع ديناصور بالعالم كله. طبعا اليوم عندي خبر كلش كلش حلو، راح تفرحون كلكم على هذا الخبر الأسطوري. الخبر هو بكل بساطة أني راح يصيرون عندي أطفال، وأخيرا راح يصيرون عندي أطفال وراح أصير أب لأول مرة بحياتي. شوفوا، صحيح أني ديناصور شرير وأقتل الناس الأبرياء، بس أني أحب الأطفال. هسه زوجتي راحت تبحث عن الطعام وأني عندي بس هذا الطعام بقى. أوه صحيح، خلي أشوفكم أطفالي. شوفوا هاي بنتي هنا موجودة، وهنا بقية الأطفال. والله العظيم أني متحمس أكثر من عندكم لحد ما يطلعون أطفالي من البيض ونشوفهم. أوكي يلا يلا خلينا ننتظرهم. أوه لحظة، أني جوعان. صحيح جوعان، خلي أكل شوية. يلا يم 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 لذيذ. يلا خلي أكل بعد. يلا 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 يم يم يم. أوه والله ما شبعت، أنا جوعان كثير يا شباب يا بنات. يلا يلا خلينا أكل بعد. يم 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 يم. والله العظيم أوه لحظة يا ربي، أنا شنو سويت؟ والله تورطت أنا حالياً، أكلت الطعام مال أطفالي. يعني هسه من يطلعون للدنيا ويفقسون من البيض ويطلعون من عنده، راح يقولون بابا أريد طعام، وأني من وين راح أجيب لهم؟ يا ربي شلون ورطة هاي، خلي أبحث عن طعام. أوه يا ربي، ذاك الشخص هناك شفتوه؟ أكو شخص هناك، خلي أروح أقتله وأجيب الأطفال يأكلونه. يلا يلا يلا، طبعا أنا لازم أحرس البيض مالي قبل لا يجون بقية الديناصورات ويقتلونهم. أوكي هذا الشخص الموجود هنا منو؟ أوه خلي أروح أهجم عليه وأقتله. يلا يلا يلا، إن شاء الله ما يعرف. يلا يلا يلا، أوه موت. أوه يا ربي، منو منو ضربني؟ منو 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 منو؟ أوه أهلا أهلا، أنا الديناصور الشجاع، عرفتني؟ أوه أهلا أهلا عمو الديناصور، والله العظيم لا تقتلني، أنا ما مسوي شيء والله العظيم. شوف أنا أطفالي راح يجون للدنيا هسه. أوه يعني أطفالك راح يطلعون من البيض مو؟ إيه راح يطلعون من البيض وراح يكونون جوعانين كلش. شنو رأيك تجي حتى أطفالي يتعشون بيك؟ شنو قلت؟ شنو؟ لا أنا ما موافق أصير طعام للديناصورات. شوف أنت اليوم راح تموت، شنو كلمتك الأخيرة؟ طيب طيب، شنو رأيك أني أروح أجيب لك طعام؟ شنو قلت؟ أروح هسه أبحث لك عن طعام وأجيب لك، بس لا تقتلني. شنو قلت؟ خلاص أنا موافق، أنا راح أروح أحرس البيض مالتي، وأريدك تروح تجيب لي 10 ستاكات لحم، افتهمت؟ أريد لحم ما مطبوخ، أوكي؟ أوكي عمو الديناصور، والله العظيم راح أجيب لك اللي تريده، بس لا تقتلني. يلا، وإذا ما أجيت لي بسرعة راح أنتقم من عندك، يلا انقلع. يلا يلا خلي أروح أجيب لحم أني. والله العظيم هذا الشخص غبي ومحظوظ لأن أنا ما قتلته. اوكي خلي اروح لاطفالي انتظرهم لحد ما يفقسون من البيض يا شباب ويا بنات. يلا يلا خلي انتظر اطفالي احسن لي. يا ربي شلون ورطة هاي، هسه هذا الديناصور اذا يمسكني راح يعاقبني، انا لازم اهرب. يلا يلا خلي اهرب من هذا المكان، وبعد ما ارجع يا شباب ويا بنات. يلا يلا خلي اهرب. اوه شنو رايكم اسرق البيض مال الديناصور؟ بس لحظة خلي اتاكد هل الديناصور موجود هنا او لا. يلا يلا يلا. بابا وينك انت بابا؟ انا راح اطلع من البيضة. اوه يا ربي هذا البيض مال الديناصور، شكله هذا الديناصور الصغير راح يطلع من البيضة. انت بابا مو؟ لا لا انا مو بابا، خلي اهرب خلي اهرب شباب بنات. يا ربي هاي الديناصورات الغبية راح تطلع للحياة او تطلع من البيضة، وراح تكون جوعانة. انا لازم اسوي المهمة مال الديناصور قبل لا يجي هذا الديناصور الشرير العملاق ويقتلني ويخليني الطعام الابناء. اي 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 والله اجت لي فكرة، اني بدل ما اسوي مهمة الديناصور راح اروح للصياد اوجا البطل. اي لازم اروح للصياد اوجا البطل واقول له ينقذني. اي يلا 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 خلي اروح للصياد البطل حتى ينقذني، لان هو الوحيد اللي يقدر يواجه الديناصورات، عنده اسلحة خرافية. يلا 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 مو مشكلة، خلي اجيب اغراضي. اوه والله اغراض ما عندي هنا. يلا يلا ماكو اي حل، فقط اروح لعم الصياد البطل لان هو الوحيد اللي راح يقدر يساعدني. خلي اروح للبيت مالته. اوه لا مو هذا البيت مالته، البيت مالته هناك موجود تشوفونه هناك العملاق. يلا خلي اروح له. بس لحظة اني والله شكلي خايف ما يساعدني هذا الصياد البطل، يمكن هم هو يمكن هم هذا الصياد يخاف من الديناصورات، والله ما اعرف اني.
يلا يلا مو مشكلة، خلي أروح العم الصياد البطل الشجاع الخرافي الأسطوري أقل لي يساعدني، حتى إن شاء الله هذا الديناصور راح نسجنه أو نخليه بحديقة الحيوانات. نخليه بحديقة الحيوانات ويجون الناس يضحكون عليه. يلا 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 مو مشكلة، خلي أنزل أني من هذا المترو أو النفق. أوه واو، شوفوا رؤوس التنين. أوه ماي جاد، شكل صدق هذا هو الصياد البطل اللي ما يخاف من اي شيء. يلا يلا اني وصلت ل اوه ماي جاد. اوه واو، شوفوا الراس مال التنين هذا. هسه انتم تعرفون انه التنين بعالم الاند كلش كلش قوي ومو كل الناس يقدرون يقتلونه، بس هذا الصياد البطل يقتله بدون اسلحه، يقتله فقط هيك بوكسيات ويقتله، والله العظيم شجاع وخرافي هو. اوكي اوكي يلا اني وصلت. سلام عليكم عم الصياد، افتح لي الباب. منو منو يا ربي، هم جول المعجبين والمتابعين، اني مشغول، تعال بعدين اوقع لك واخذ معي سيلفي او صورة. لا 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 لا، اني ما اجيت اريد اخذ معك صورة، عندي موضوع مهم. موضوع مهم، تعال من النافذة. اوكي اوكي، اني اجيت لك، افتح لي الباب. اوه انت شخص غريب، تعال تعال ادخل، الباب مفتوح. اوكي اوكي، خلي اشوف شنو هذا الشخص وهل هو صياد بطل او لا. اوكي اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيك يا عم. وش اسمك؟ شو اسمك انت؟ انا اسمي جويسم. اي اسمي جويسم. اهلا اهلا عم جويسم، ايش بيك خايف يا اخي؟ افرح، الدنيا حلوه بعدك، انت شباب وحلو ومرتب، ليش خايف كانك واحد جبان؟ بس اني والله العظيم صدق صدق جبان. انت اجيت بالبيت مالتي وهذا البيت مال الصياد البطل، اني مستحيل واحد يكون جبان. شوف الحيوانات اللي اني قتلتهم، قتلت السكيلتون وقتلت ستيف وقتلت الزومبي وقتلت الكريبر وقتلت التنين، واكو واحد اسمه الهيرو براين، خلي اقول لك شغله، حاولت اقتله بس هرب من عندي لان اني شجاع وهو جبان. اوه والله انت صدق صدق شجاع، بس عمو اني احتاجك بشغله. يا اخي قول شنو اللي تريده، انا بخدمتك، اي شيء تريده اسوي لك. اريدك تقضي على الديناصور وتقتله. شنو؟ ديناصور بالمدينه؟ وينه؟ وين الديناصور؟ قل لي وينه؟ اكو ديناصور هجم علي وعنده بيوض وهددني بالقتل اذا ما اجيب له طعام، فاريدك تساعدني وتقتل هذا الديناصور. قل لي اول مره وين يختبئ الديناصور حتى اني امسكه واعاقبه. تعال تعال وراي، تعال تعال. يلا يلا انا اجيت، بس يا ويلك اذا يطلع كلامك كذب. اوكي لا لا لا، اني ما اكذب والله العظيم. تعال خلي اشوفك البيت مال الديناصور، والله العظيم هو كلش كلش مخيف وشرير واني اخاف من عنده كثير. لا تخاف لا تخاف، اني البطل اوغ الشجاع الصياد الخرافي، اقوى صياد بالعالم، هذا الديناصور راح اسوي له فخ واصيده ان شاء الله. اوه والله كفو عليك، كفو كفو. يلا يلا، وين البيت مال هذا الديناصور الغبي؟ وصلنا وصلنا، هو ما عنده بيت، ينام بالحديقه. انت قلت لي عنده اطفال قبل شويه مو؟ اي صحيح، نسيت اقول لك، عنده 6 بيوض، ان شاء الله اليوم راح يفقسون ويصيرون عنده 6 اطفال جديدين. شنو؟ يا ربي والله راح يكثرون الديناصورات، لازم نكسر البيض مالته باسرع وقت. نكسر البيض بس راح يزعل من عندنا. خليه ولي خليه يزعل، اني ما اخاف من عنده، واذا قال منو كسر البيض قل له الصياد او قال بطل. اوكي اوكي اوكي، يلا يلا امشي وياي، امشي امشي. اوف يا ربي، انا شورطني جبت هذا الصياد، لو اني هارب احسن لي. لا لا تخاف لا تخاف، بس قل لي وين يختبئ وما لك علاقه بعد. اوكي اوكي، تعال عمو هنا يختبئ هذا الديناصور، والله انا خايف كثير. اوكي اوكي. بابا طلعني من البيضه. اوه يا هذا هنا، هاي البيض مال الديناصور. اوه والله بيض خرافيه. نم نم نم. شنو رايك نسوي بيض مقلي؟ ايش قلت؟ لا 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 لا، اني خايف خلاص، اني خايف كثير والله العظيم. مع السلامه، خلي اهرب يا شباب يا بنات. تعال ارجع يا جبان. والله ما ارجع، خلاص خلي اروح اهرب حتى ما يمسك لي الديناصور ويعاقبني. والله هذا الشخص كلش كلش غبي، اني ما اخاف والله العظيم، اني مو جبان مثله. يلا يلا خلينا ناخذ هذا. اوه لحظه اوكي، اي والله اقدر اخذ هذا البيض.
لحظة شباب بنات، شنو رأيكم أجيب الأسلحة الخرافية مالتي وأدمر هذا البيض كله ونقضي على الديناصور الغبي؟ يلا يلا خلي أروح أجيب الأسلحة مالتي بأسرع وقت. طبعا عندي أسلحة خرافية أنا بعمر حياتي ما مجربهن، وهسه إجا الوقت المناسب. يلا يلا خلي أروح أجيب أقوى الأسلحة. أنا عندي 3 أسلحة، سلاح البرق أو سلاح الكهرباء الأسطوري، والسلاح الناري، والسنايبر أو القناص. والله العظيم كان حلم حياتي أجربهن. يلا طحت من الماي. يلا يلا خلي اروح اجيب الاسلحه الخرافيه البطله الاسطوريه واجربهن داخل هذا البيض او على البيض الغبي. اوكي بيض الديناصور الشرير. اوكي يلا 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 انا وصلت للمخبأ مالتي. والله العظيم اليوم راح ادمر هذا البيض، يعني ادمر هذا البيض الغبي. اوه الاسلحه مالتي الاسطوريه. نجيب الاول والثاني والثالث. تعال تعال حبايبي الاسطوريات، خلي نروح نجرب الاسلحه باسرع وقت على هذا البيض الغبي، وان شاء الله راح يتدمر. بس لحظه، اذا انا دمرت البيض شكل هذا الديناصور راح يزعل. والله ما اخاف اني، انا شجاع يا شباب وبنات. اوكي اوكي والله انا ما اخاف من عنده. اوكي يلا يلا خلي نروح نهجم على البيت مالته ونسرق البيض. او شنو اسرق البيض؟ لحظه، راح اكسر البيض وان شاء الله من يحاول ينتقم من عندي هذا الديناصور راح استخدم عليه الاسلحه. هاي شوف هذا السلاح، استخدم عليه السلاح الكهربائي واقتله واخلص من عنده للابد. يلا 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 شباب بنات، يلا يلا. اوكي اوكي يلا اوكي. والله العظيم انا كلش زعلان على هذا الديناصور، لان راح يموتون اطفاله. يلا موتوا 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 موتوا. شنو هاي؟ معقول هذا السلاح عطلان؟ لحظة، السلاح الثاني. والله شنو هذا البيض مالته؟ يا ساتر، البيض ما ينكسر. انكسر يا بيض، انكسر. والله ما ينكسر، والله شكل البيض مالته صدق مال ديناصورات خرافي. اوكي نستخدم القناص. اوكي 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 يا شباب ويا بنات. اوكي موت 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 يا بيض يا غبي. اوه والله شنو هذا؟ هذا ما ينكسر البيض مالته. خلينا نجرب هاي المرة. اوكي اوكي يلا، يا رب يا رب ينكسر، يا رب ينكسر. اوكي اوكي اوكي. اوف والله اني اقوى صياد بالعالم، فشلت بهذا التحدي. اوف يا ربي ما اقدر ادمر البيض، شو اسوي هسه؟ لازم انتقم اني. اوه اجت الفكره. اوكي شوف راح اسوي، خلي اخلص هذا السلاح. اي راح اسرق البيض واخبئه بالبيت مالتي. اي راح اسرق البيض، ومن يجي هذا الديناصور ما اعطيه البيض مالته. اوكي اوكي لازم اخلي البيض بالصندوق حتى ما يفقس. اوكي يلا 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 يا شباب ويا بنات، نسكر الباب حتى ما يمسكني الديناصور الغبي. اوكي يلا يلا مو مشكله، هسه لازم نكسر لنا شجره حتى اسوي صندوق. اوكي ونكسر هاي الشجره. اوكي حتى اسوي لي صندوق واخبئ بيه هذا البيض للابد، حتى عمو الديناصور الغبي بعد ما يقدر ياخذ البيضات مالته. اوكي يلا 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 يا شباب ويا بنات. تعال يا خشبية يا غبية. نسوي الكرافتنج تيبل، شوفوا نسوي الكرافتنج تيبل. انه بنسوي خليها بهذا المكان ما حد يدري، انه بنخلي الصندوق بهذا الشكل. شوفوا هلا والله لازم اشوف لي مكان واخبئ بيه الصندوق هذا. بس وين راح اخبئه؟ اريد لي مكان مستحيل يكتشفه هذا الديناصور الغبي. اوكي وين وين اخبئه؟ وين يا شباب ويا بنات؟ اوكي ننزل من هنا وراح اسويه ان شاء الله. اوكي اوكي عرفت وين راح اخبئ الصندوق. شوفوا شوفوا وين راح اخبئ، والله العظيم راح تنصدمون. اوكي اوكي راح اخبئ الصندوق مال هذا الديناصور الغبي بهذا المكان. اوكي وهاي البيضات مالته الغبيه، وهاي الاسلحه مالتي. اوكي خلي اجيبهم بعدين اشحنهن او اخلينهن عتاد او طلق او رصاص، يعني اللي تردون سمونه سمونه. اوكي تمام، هسه أنا وين راح أروح؟ تعرفون وين راح أروح؟ راح أروح يا شباب ويا بنات أجيب لي مقلاة. إي راح أجيب لي مقلاة، لأن راح أسوي هذا البيض مال الديناصور بيض مقلي أو بيض مسلوق وأتناوله على الفطور، وهذا الديناصور ما يخوفني، أنا شجاع. يلا يلا خلي أروح أشتري لي أدوات مال طبخ حتى آكل البيض مال الديناصور الغبي. يلا يلا أنا وصلت للبيت مالتي، خلي أشوف أطفالي. والله العظيم أنا متحمس كثير حتى أشوف أطفالي، خلي أسميهم بأسماء حلوة. وين أطفالي؟ يا ربي أطفالي، وين أطفالي؟ يا ربي والله العظيم شكلهم انخطفوا. والله ما حد غير هذا الغبي اللي قلت له يجيب لي طعام.
خلي اروح اهجم علي وانتقم من عنده. والله العظيم اليوم اشوف نجوم الظهر. اوكي يلا يلا خلي انتقم من عنده. تعال يا غبي، وين راح؟ والله العظيم ورطاي، انا راح استخدم القوة الخارقة مالتي واطير. ايه انا ديناصور الطائر الشرير. لحظة، وهذا منو؟ لحظة، هاي بنية، خلي اسألها يمكن تعرف وين يختبئون اطفالي او منو سرقهم. سلام عليكم. يا ربي ديناصور يتكلم. ايه ديناصور يتكلم، وهذا الديناصور راح ياكلك اليوم. الله عليك عمو الديناصور، لا تاكلني ولا تقتلني، انا ما مسوي شيء. شوفي راح اسألك سؤال، اذا تجاوبين على سؤالي بشكل صحيح ما راح اقتلك، واذا تكذبين علي او ما تعرفين الجواب يا ويلك راح تموتين اليوم. اسالني، والله العظيم راح اجاوب وما اكذب. اوكي اني كان عندي بيض، 6 بيضات مال ديناصور، منو اللي سرقهن؟ قولي لا هسه والله العظيم انتقم من عندك. اني شفت الصياد الشرير. ايه هذا الصياد البطل، شفته دخل للبيت مالتك وسرق البيض. ايه شفته، هو وهذا الشخص كان لابس ملابس عسكريه مدري شنو، ولا وعنده اسلحه. خلاص، شنو هذا الكلام مالتك مو مرتب؟ قصدك انه هذا الصياد البطل هو اللي دخل للمخبأ مالتي وسرق اطفالي مو؟ اي والله العظيم هو. طيب وين البيت مالته؟ صاير هناك خلف النافورة الدايموندية، بيته كلش كبير وداخله ورؤوس تنين. خلاص، انت انتظري هنا واني راح اروح اتأكد بنفسي، واذا يطلع كلام هاي البنية غلط. لحظة اني جوعان. حصلت طعام، يم 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 يم. الله عليك لا تقتلني، والله العظيم اسوي اي شيء بس لا تاكلني. خلاص تسوين اي شيء اريده من عندك مو؟ اي والله العظيم اسوي اي شيء. اوكي اذا ترديني اسامحك وما اقتلك وما اخليك ببطني، هسه لازم كل المتابعين تقولي لهم يضغطون على زر اللايك ويشتركون بالقناة ويفعلون جرس الإشعارات، وإذا ما يسوونها راح آكلك اليوم. شباب بنات الله عليكم، والله العظيم أنا بريئة ما أريد أموت، أريدكم هسه كلكم يا شباب ويا بنات تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات حتى ما يأكلني عمو الديناصور. يلا انت انتظريني هنا. والله العظيم أنا زعلت كلش، راح اروح اشوف وين اطفالي، واذا طلع كلام هاي البنية مو صحيح يا ويلها. بس شباب بنات لا تنسون اللايك والاشتراك، اني اكره اوغا، اللي يكره اوغا يضغط على زر اللايك والاشتراك، واللي يحب اوغا هم يضغط لايك واشتراك ويكتب بالتعليقات هل انت مع جيش الديناصور او جيش اوغا. خلي يشوف منو اقوى جيش باليوتيوب، اكيد جيش الديناصور. اوكي يلا مو مشكلة. اوكي خلي انزل من هنا يا شباب وياب. اوه يا ربي شلون ورطه هاي، خلاص اعبر من هنا اني ما اخاف. وي هلا والله بعمو الديناصور الشجاع. اوه شكله هذا البيت مال الصياد الغبي اوغا. اي والله شوف رؤوس التنين. اوكي يا ربي شلون ادخل له، شلون ادخل لهذا البيت الغبي؟ لحظه لازم اشوف لي طريقه وادخل. يلا يا شباب ويا بنات، خلي اكسر هاي النافذه وادخل البيت هذا الشخص الغبي. يا شباب ويا بنات يلا مو مشكله، والله العظيم اني ما اخاف من عنده. يلا باسرع وقت خلينا نسرق الاغراض اللي عنده ونهرب منه. يلا خلينا نكسر النافذه. طبعا ليش ما ادخل من الباب؟ متاكد 1000000% اكو فخ، اني مو غبي تمام. يلا خلينا ندخل من النافذه يا شباب. اوه لحظه خلينا نكسر هاي، تمام نكسر هاي ونكسر هاي. والله العظيم انا ذكي بشكل مو طبيعي. يلا انكسر يا غبيه، تمام خلينا ندخل ونقول بسم. ادخل. اوكي ادخل هلا. والله دخلت للبيت مال الصياد الغبي. شنو هاي؟ عنده رؤوس كثيره، راس السكيلتون وستيف والزومبي والكريبر شنو هذا والتنين. طبعا التنين يصير ابن عمي اني لان اني ديناصور. اوكي معلومه تفيدكم. يلا خلينا نبحث وين البيض مالتي. تعال يا صياد يا غبي. اوكي لازم ادخل اني بهذا المكان. اوكي لحظه
لازم نكسر هاي البيضة الغبية، يا بيضة هاي يسمونها الخشباية مدري البلوك الغبية حتى اقدر ادخل اني. اوكي يلا يلا خليني اكسر هسه الباب لان اني ما اقدر ادخل من بلوكتين، يعني ما اثق بالناس لان يمكن يطلع لي فخ او هيك شيء. يلا 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 مو مشكلة، خليني اكسر هاي البلوك الاخيرة. اوه هاي الاسلحة، اي والله شكله صدق هذا البيت مال الصياد. يلا يلا خلي احاول ادخل. اوكي ادخل. اوكي لازم اكسر هاي البلوكات، يا رب شلون ورطة هاي. يلا يلا هسه اقدر ادخل مو؟ خلينا نكسر هاي البلوكة. طبعا انا شكلي عملاق بس ماينكرافت اطلعني صغير ما اعرف ليش. اوكي يلا 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 مو مشكلة. اوه انا اقول شنو السبب، اكو فخ مخلي لافتات هذا الغبي. اوكي ندخل. واو شنو هذا المكان، نجيب الاسلحة كلهن نسرق تمام. اوكي اوه الاسلحة فارغة ما بيها اعتاد او شيء. تمام 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 يا شباب ويا بنات وين؟ وهذا المكان شنو؟ اوكي اوه صندوق، صندوق شباب بنات. اوكي 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 يا ربي شنو ورطة هاي، خليني اكسر هاي. اوكي شفت صندوق والله العظيم. اوه بيضاتي، هلا والله بيضاتي الاسطورية. الحمد لله والشكر انقذت اطفالي اني، بس هذا اوجا ما راح اسامحه والله العظيم. خلاص خلاص يا شباب ويا بنات. اوكي اوكي اطلع اطلع خلي ارجع لعائلتي. طير طير طير. اوكي اوكي خلي ارجع لبيتي، او ما راح ارجع لبيتي، راح اروح اختبئ. تعرفون وين يا شباب ويا بنات؟ شوفوا 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 وين راح اختبئ، والله العظيم راح تنصدمون من المكان اللي راح اختبئ بي. اوكي يلا 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 اني وصلت وصلت وصلت، يس يس وصلت. راح اخلي اطفالي هنا يفقصون بهذا المكان تمام، فوق القمر هذا الاسطوري او المصنع، ما حد يقدر يكتشف هذا المكان. لحظه او ما اقدر اخلي بيضاتي. اوكي يلا مو مشكله خليهم هنا. اوكي 2 3 4 اوكي 5 6 هلا والله بيضاتي الاسطوريه. اوكي اوكي يلا يلا شباب بنات. اوه هذا منو؟ اوكي هذا الحارس، والله انا راح احرس البيضات وما اخلي اي واحد يقترب من عندهم. اوكي كفو كفو حتى اعطيك 20 دايموند. يلا يلا شباب بنات خلي ابحث عن هذا الصياد وانتقم من عنده لان هو هدد اطفالي وراد يقتلهم. اوكي خلي ابحث عنه. فاوكي شباب بنات وصلنا لنهاية المقطع، شكرا على المشاهدة، لا تنسون هسه اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وايضا تابعوني على الانستغرام، رابط حسابي مال الانستغرام بالوصف. وبس مع السلامة، باي باي.